هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟ هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟ هذا يختلف. إذا كان هناك في البلد من يستطيع الجهاد ورد الباطل وإقامة الحق والميزان فهذا له شأن، هذا أفضل. بقاؤه في بلده التي فيها الشر يجاهد فيها ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع الغرضين هذا أفضل من هجرته، لكن يستطيع ذلك. أما إذا كان لا يستطيع بل يقنع ويخشى نفسه فهجرته له أولى من بقائه بين قوم يقهرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد وانحراف القلب عن الهدى والميل إلى الدعة والسكون والراحة حتى يأنس من الشرك والفساد. ولا حول ولا قوة إلا بالله.